إضافة لنادي القادم من الرأس لحزم الصمود، حزم الرأس الذي يريد أن يقدم شيء من خلال هذه المباراة بهدف وحيد. يأتي هذا الميدان، أجواء جميلة جدا في أبها، أجواء رمي على الجهة اليسار، ساري عمرو داخل ال 18 للرد على كرة الحائط. هنا الصورة على الطيب، هذا الطيب من زياني اللاعب الجزائري، اللاعب اللي كان له تصريح الذي قال أن الدوري السعودي هو أقوى دوري عربي بلا منازع. هنا انطلاقة أخرى لحازم على الجالية للأبها على الجالية سار، زعيم الجلوب في انطلاقة، حبيب مزياني، مزياني حلوة كرة سعد بكير، لكن يتألق إبراهيم زايد في ذكر التألق لإبراهيم، يتألق بكير خلف بنيقة في هذا الموسم حتى الآن. هنا الكرة ملعوبة، طيب مزياني ما زالت الكرة معاه، ضمن التوسيات التي تأتي من جالكا، يلعب الكرة ساري عمرو، البحث عن التقدم، البحث عن الحلول لأبها. طيب في مباراة الأولى الذي يأتي فيها أساسي شارك، مباراة يأتي أساسيا مع زعيم الجنوب في سين، مباراة مع الرجاء سجل من خير. هنا كرة الانطلاقة للبحث عن هدف التعادل من اللاعب الطيب مزياني، العسارة الضغط لزعيم الجنوب الطيب، مرور مزياني الحاضر في موقف التسلل إلى منظمة من لاعبي أبها في اللقطة الماضية، سار الطيب مزياني إلى جانب ساري عمرو، لكن يفضل المشرم يا جانبي إلى رمية جانبية اليسار إلى ساري عمرو، النادي القادم من الرأس هدف، وكان الهلال قريب في أكثر من مرة ليأتي الدور الأول، كان من الفرق المتأخرة، من الفرق التي تأتي في آخر الترتيب، لكن يعني انتصار، انتصارين ثلاثة يجعلك كان يفضل لعب الكرة عند الطيب مزياني، الوانتو جميل بينه وبين صالح العمري، مرور الطيب، مرور مزياني بأتمر. طيب مزياني في حديث مع حكم المباراة في اللقطة الماضية يطالب فيها بخطأ لصالح، هنا الكرة، هنا اللقطة التي كانت بينه أو يطالب بالحزم لكن دون أي تأثير على مرمى إبراهيم زايد، سيكيل وبين أسامة الخلف وفي هولندا هناك. هنا الانطلاقة من الطيب مزياني على الجهة اليمين، على الجهة اليمين الطيب مزياني المهاري الجزائري، ما زالت الكرة مع يمر تمريرة جميلة، هدف كارلوس ستراندبيرغ، وكذلك اللاعب لحساب الجولة الخامسة في الرأس الحزم في مباراة الذهاب والإياب، ثلاث مباريات لإبراهيم زايد. عمر يرسل عرضية ساري عمر حلوة، الطيب مزياني عدت كرة الطيب إلى خارج الملعب، ضربة في تنفيذ الكرة الماضية أمام، يفقد كرته عند ولا وجود للتسلل في اللقطة الماضية، الارتداد للاعبي أبدًا. الطيب مزياني، الطيب في مشوار سريع، سريع الطيب يمر، يخرج الطيب مزياني، التبديل